أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ بالنسبة يقول آه هذا السائل هل يجب الدلك للتطهر من الجنابة أم نكتفي بصب الماء على الجسم ليتحقق ليتح الطهارة؟ الدلك ليس بواجب وإنما هو مستحب وأما وأما صب الماء فإنه يكفي إذا إذا عمَّ البدن كله ولم يبقَ منه شيء لم يصل إليه يكفي وصول الماء إلى الجسم ولو لم يدلكه، دلك إنما هو زيادة السنة، وتأكد من وصول الماء وبلوغه، نعم